قبل التحية المعتادة بتاعت كل فيديو أحب أقول لكل واحد بيتفرج على الفيديو ده، لو عايز تشوف فيديو هيفيدك وفي نفس الوقت هيديك حاجات أنت محتاجها وبتدور عليها وتبقى صعب تلاقيها، عايزين نوصل الفيديو ده لـ100 لايك، عشان بإذن الله لما الدرس ده يوصل لـ100 لايك الدرس الجاي هيفيدك جدا 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 وهيساعدك جدا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، يلا نبتدي الدرس. في درس النهارده ان شاء الله احنا هنشوف ازاي نعمل ايديت زي اللي انت شفتوه في الصوره المصغره قبل ما تخش الفيديو ده. الصوره اللي في الفيديو دي انا اللي زي دي اهي، يعني فكرت ان انا اعمل فيها حاجه مختلفه شويه عن اللي انا دايما بعمله اللي هو مجرد بس ايديت في الالوان لكن من غير ما ندخل حاجه خارجيه في الصوره، طبعا بعيدا عن موضوع السحاب وكده، يعني بس الصوره زي دي ما فيهاش سحاب بس انا عايز ادخل فيها حاجه. تمام، اول حاجه نعملها دلوقتي ان احنا ناخد فباذن الله وكمان كل حاجه عايزينها في الفيديو وكل حاجه استخدمتها هتلاقيها تحت في الديسكريبشن. زي ما قلت لو عايز حاجه هتفيدك جدا في التصميم وصل الدرس ده الـ100 لايك عشان باذن الله الدرس اللي بعد ده يا رب يعني ان شاء الله ينزل. اول حاجه نعملها ان احنا ناخد كوبي من الصوره، ده بيبقى لمجرد الاحتياط يعني عشان لو الصوره حصل فيها حاجه يبقى عندنا الاصل منها. نجيب من هنا من قائمه الادجستمنت نختار سيلكتيف كلر، مش هنخش في حاجات كتير، هنخش اول حاجه في البلاكس. دايما في البلاكس هنعمل حاجه مختلفه حاجه جديده، دايما في البلاكس بنيجي ناحيه اليمين عشان نخلي الاسود ازرق والاصفر برتقاني والجو ده، تعال نخلي الاسود احمر ونخلي كمان اللي هو اللون اللي هو الموف شويه نخليه جاي على الناحيه دي بلس 20، واليلو نحركه في الاتجاه بتاع الاحمر ده ونخليه موجب 40. نعمل زوم كده عشان نبقى شايفين الصوره كويس، ونيجي في اخر واحده خالص نزود قوي هتبقى مبيضه او نقلل قوي تبقى عامله كده كده كاني رجعتها لاصلها، فانا هخليها كده، ممكن نقللها شويه كده اوكي، ممكن نخليها موجب 55. ونيجي عند الوايتس نعمل اعدادات المعتاده بقى بتاعتنا اللي هو هنخلي الحاجات اللي لونها ابيض نخليها ازرق مصفر شويه. عايز اقول حاجه كمان، شكرا بجد لكل اللي داسوا لايك على الفيديو اللي فات، بجد انتوا ناس كويسين يعني ناس بجد ما بتعملش حاجه وحشه، كل اللي بيعملوه ان هم فعلا بيعرفوا ازاي يعجبوا بالحاجه ويكتبوا الكلام الحلو اللي بيتكتب دايما في الكومنتات انا دايما بحب اقراه. نروح للريدز، الريدز مش هنلعب فيها قوي لان هو مفيش حاجه لونها احمر غير لون البشره. ننزل لليالوز هنزود الاولى تبقى موج سالب 40 والتانية موجب 33. تمام، ده اللي احنا عملناه في الصورة. نعمل من هنا من قائمة الادجستمنت برضو نختار نيو كيرف ونبتدي نرفع دي كده وننزل نقطة من مثلا من هنا كده ونرفع نقطة تانية، يعني بتفتح لي وتغمق لي شوية، يعني بص الفرق، يعني بتدي بهتان للصورة وفي نفس الوقت لونها زاهي. تمام، احنا هنا بس عايزين نغير في لون البشرة شوية عشان وش الموديل ما يبقاش لونه جزري. نغير من الريدز، تقدر تغير الاولى تخليها جاية ناحية اليمين عشان وشه ما يبقاش برتقاني اوي. هعمل حاجه دلوقتي تقرب على الصوره كده بس زوم شويه، هنخفي الافكتس اللي احنا عملناها دي، نيجي عند اللاير اللي هو ده ونجيب الاداه اللي هي بتاعه الكويك سيلكشن تول، نصغر حجمها كده شويه من حرف الجيم من الكيبورد او علامه اكبر منه اصغر من جيم والدال للتكبير والتصغير، وهبتدي احدد بس مش هحدد الجسم كله، انا بس عايز احدد الرايت سايد بتاع الجسم ناحيه اليمين من الجسم عشان هنعمل إضاءة ونعمل عليه إنعكاس للإضاءة زي ما بنعمل في دروس الدمج بالظبط، نتعامل مع الصورة على إنها دمج برضه، يعني أنا أهتم في التحديد إن أنا أبقى محدد الناحية اليمين من الصورة. تمام، مش هأهتم أوي بالتحديد من الناحية الشمال، المهم عندي التحديد من الناحية اليمين يكون مظبوط وما يبقاش فيه أي غلطة
بس خلاص بعد ما حددنا الجنب الحتة بتاعت اليمين دي ندوس كنترول جي، هنلاقي ان احنا عندنا مفيش حاجة غير اللي هو الجنب ده بس. نعمل نيو لاير فوق لاير الموديل او النص موديل اللي احنا قصيناه، ونجيب فرشة بيضة فرشة يعني، ونخلي الهاردنس بتاعتها اللي هي تبقى ناعمة 0%، ونخليها حجمها كبير كده سنة، وندوس دوسة ناحية اليمين عشان احنا عايزين يبقى كأن في اضاءة جاية من ناحية اليمين. نجيبها يمين كده شوية ودوس اوكي، يعني دوس دوستين عشان تفك التحديد. دوس دوستين بقى دلوقتي على اللاير اللي هو بتاع نص الموديل اليمين اللي احنا قصيناه ده، وروح عند حاجة اسمها من هنا الانر شادو اللي هي دي، نغير المود بتاعها تخليه اوفرلاي، وتخلي الاوباسيتي 100%، وتخلي اللون ابيض زي لون الاضاءة اللي انت لسه عامله بالظبط. نبتدي نعمل زوم كده نشوف، هنلاقي هنا اهو هنبتدي نلاقي الاضاءة ظهرت. هنزود السايز شوية ونزود الديستنس شوية اللي هي نشوف كده جاية قوي، لا احنا عايزينها ترجع ورا سنة، ونزود السايز سنتين وندوس اوكي. لاحظت ان كأن في حتت فيها اضاءة في مكان مش مناسب، تيجي هنا عند كلمة الانر شادو دي وتدوس كليك يمين وتختار كرييت لاير، تدوس على علامة الماسك ديت هتلاقي كأن الاضاءة طلعت في لاير لوحدها. تدوس على علامة الماسك دي وتجيب فرشة سودا وتبتدي تمسح اماكن الاضاءة اللي انت حاسس ان الاضاءة فيها شكلها مش حلو او زيادة وانت عايز تعدل عليها. فبالفرشة السودا دي تقدر تمسح، بص انا بمسح الاضاءة ازاي، فتقدر بيها تمسح اماكن الاضاءة اللي انت مش عايزها، وتقدر كمان تعمل بالفرشة بنفس لون الاضاءة في اللاير نفسه لو انت عايز تعمل اضاءة على اي جزء. تمام، انا كده عملت الاضاءة والريفليكت بتاع الاضاءة على الجسم او الانعكاس بتاع الاضاءة على الجسم. هنا الاضاءة شكلها غريب شوية، فنيجي عند الماسك ونجيب الفرشة السوداء ونبتدي نمسح على خفيف كده عشان ما تبقاش باينة انها ممسوحة او مش حقيقية. ندخل بقى حاجة جديدة ما دخلناهاش قبل كده خالص، وهي التكستشر او الخامة. الخامة دي هي مجرد صورة بنخليها بلور قوي ونغير المود بتاعها عشان تبان بشكل افضل زي اللي انتوا شفتوه هنا، اللي حواليه الازرق ده اللي هو ده اللي احنا بنتكلم عليه. وفي الدرس هنستخدم الصورة دي زي ما قلت لكم في اول الدرس، اي صورة هنستخدمها في الدرس ده هتلاقيها تحت موجودة في الديسكريبشن، يعني هتلاقي تحت الصورة اللي هي التكستشر اللي هي الخلفية دي، وهي خلفية او صورة الموديل اللي بنستخدمها النهاردة. نكبر حجمها كده ودوس اوكي، هتلاقي ان انت اول ما تحطها على الصورة هتلاقي ان هي معمول لها العلامة دي ان انت ما ينفعش تلون عليها بالفرشة. نفك ده ازاي، دوس بالفرشة دوسة ودوس اوكي هتلاقيها اتفتحت خلاص. نخش في فلتر ونختار من القايمة بلور جوزجن بلور عشان نخليها مش باينة، نخليها مموهة كده. انا هعملها بقيمة 25، بس خلي بالك انا مصغر الصورة عندي، يعني انت لكن انت عندك هتلاقي الصورة حجمها اكبر، انا مصغرها عشان الجهاز ما يبقاش تقيل، فانت زود قيمة البلور اكتر واكتر. ونخلي المود بتاعها سكرين اهي، وتيجي من هنا من قائمة image adjustment وتختار منها curves اللي هي دي، هتيجي من النص كده وتروح نازل نازلة عشان نهدي حدة الاضاءة بتاعتها وفي نفس الوقت نسيب اللون الاورنج بتاعها. تمام، بعد ما الاضاءة اتعملت نغير بقى في لونها، انا مش عايزها تبقى لونها احمر، انا عايز يبقى لونها ازرق. دوس كنترول يو او اللي هي كنترول عين يعني عشان تطلع لك اللي هي الهيو ساتوريشن دي اللي انت ينفع منها تغير لون الحاجة اللي انت فاتحها. فانا هغير اللون، هجيبها اقصى اليمين خالص عشان تجيب لي درجة الازرق دي، وهبقى شكلي كده محتاج ان انا اكبر الصورة كمان. هعمل بس كروب للصورة عشان الخلفية اصلها اللي انا حطيتها دي او التكستشر دي حجمها كبير. نعمل زوم بس كده ونكبر الصورة اكتر كده، وتقدر كمان تعمل لها بلور تاني عشان تحس ان انت ما يبقاش فيه تفاصيل باينة في الصورة، لا ده يبقى كأنها مموهة قوي، ويبقى كأنك عامل فوكس، عامل بلور للخلفية مع ان ده ما كانش في الخلفية اصلا. هتبقى عاملة كده. هنيجي فوق هنا نعمل نختار من ادجستمنت نختار كيرف تانية، نعمل كيرف تاني بس كل اللي هنعمله احنا هنرفع قوي دي كده مش قوي كده، وننزل الجنب ده سنة، ونيجي تحت اللير ده نعمل لير تاني
ندوس نيو لاير ده اللي هو اللاير فاضي، ونملاه باللون الابيض، ونخلي القيمة بتاعت الاوباسيتي بتاعته من هنا 20% بس. ان انت كأنك بتغمق اللون الابيض ده، وهمسح بالماسك، هجيب فرشة سودا همسح من على وش الموديل عشان شكله مبقاش كويس اوي يعني. وممكن كمان امسح من هنا، اعمل ماسك تاني، او زي ما علمتكم ان انت تدوس الت وتسحب الماسك ده تحطه على هنا عشان يتمسح من هنا كمان. نقدر بقى نضيف لمسة كمان كده، وعن طريق ان انت تعمل من هنا رسمة ان انت تضيف كلر لوك اب، او ان انت تجيبها من هنا كلر لوك اب، ونضيف حاجة زي فيلم ستوك تدي اضاءة عالية وشغل حلو يعني، بس خلي الاوباسيتي بتاعتها 50%، وتعمل كلر لوك اب تاني وتخليه فوجي نايت اللي هي دي فوجي نايت دي، وقلل الاوباسيتي بتاعتها لو عايز. انا عن نفسي مش هبقى محتاجها اوي في التصميم ده، لان انا مش مستخدمها في النتيجة اللي انتوا شفتوها قبل كده. في النتيجة لو تلاحظ هو اللون مش لبني، اللون كأنه فيروزي شوية. تقدر برضه بنفس الطريقة ان انت تدوس كنترول يو وتغير في القيمة بتاعتها زي ما انت عايز. عايز تخليها اخضر، تخليها اصفر احمر يعني، بص ممكن تخليها احمر كده، ممكن تخليها بينك طبعا، لا ازرق غامق، او الفيروزي اللي في النتيجة اللي انت شفته. بس انا هخليها زي ما هي لبني زي ما طلعت معانا في الدرس. عايز تضيف سنة بهتان تاني زي اللي بتبان في كل الصور اللي احنا بنشوفها، ارفع دي كده سنة ونزل دي، هتديك البهتان اللي انت عايزه بالظبط من غير اي. تمام، نضيف كل ده مع بعضه في لاير واحد، كنترول الت شيفت اي، ونخش من هنا من شاربن فلتر، نختار شاربن شاربن عشان تدي الصورة حجم جامد. وزي ما علمتك قبل كده وشفت قبل كده في الدروس ان انت ازاي تسيف الصورة عشان ترفعها على الفيس او انستجرام او تويتر او اي حتة، تخش من فايل تختار سيف فور ويب مش حاجة تانية، او ان انت تدوس كنترول شيفت اس، كنترول الت شيفت اس، وتخلي القيمة ديت هنا، تخلي ديت بي ان جي 24 مش جي اي اف او اي حاجة تانية تطلع لك. ممكن اعمل بس لمسة اخيرة للناس اللي فاضية معانا لسه ما مشيتش، تجيب اداة الكروب لاداة القص اللي هي دي، وهلف الكروب كده سنة. اول ما تيجي بالماوس بره هتلاقي ان هو عمل لك سهم ميلان كده، ان انت ينفع تميل الصورة براحتك، بس انا هصغر المقاس شوية عشان ما يبقاش جايب لي حاجة من بره الصورة، وادوس كليكتين فتبقى الصورة معمولة في الشكل ده، مش متصورة عادي، لا دي تبقى فيها ميل شوية. اتمنى يكون درس النهاردة عجبكم وفادكم فعلا، وفي حاجات جديدة ظهرت فيه، وفي نوع جديد اشتغلنا بيه. في الدرس الجاي ان شاء الله، مش اللي جاي على طول يعني، اي درس اديت جاي هنلاقي فيه حاجة جديدة اجدد من الدروس اللي فاتت كلها. وكمان ما تنساش اللي قلت لك عليه في اول الدرس، وصل الدرس ده ل 100 لايك عشان باذن الله الدرس الجاي هيفيد كل مصمم في شغله باذن الله. كان معكم يوسف محمد من قناة يوسف فوتوشوب توتوريالز، ما تنساش تشترك في القناة عشان نوصلها 20,000. سلام عليكم.